السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنعرض مع بعض مراجعة أدب للصف الثالث الثانوي، ونبدأ على طول. السؤال الأول بيقول: وأما تلاميذ البارودي بين اتجاهين فما هما؟ وأما تلاميذ البارودي بين اتجاهين فما هما؟ الاتجاه الأول الاهتمام بثقافة العصر، والثاني الأخذ من التراث. السؤال بعد كده: سبب اهتمام تلاميذ البارودي بالشعر المناسبات، يا ترى فضولهم ولا حب الاطلاع ولا اهتمامهم بالجماهير ولا انشغالهم بقضايا عصرهم؟ طبعا انشغالهم بقضايا عصرهم. متى بدأ الاتجاه الوجداني في التراجع؟ بعد الحرب العالمية الثانية أمام تيار الواقعية الجديد. ما الذي يمثله مفهوم الشعر عند شعراء الديوان؟ ما الذي يمثله مفهوم الشعر عند شعراء الديوان؟ تعبير عن النفس الإنسانية وما يتصل بها من التأملات الفكرية والنظرات الفلسفية. ما نتيجة وضوح الجانب الفكري عند الديوانيين؟ جعل الذهنية تكثر في شعرهم والعقلانية تطغى على عاطفتهم. ما الذي جعل الفكر يسبق الشعر عندهم؟ الذي جعل الفكر يسبق الشعور عندهم أنهم اهتموا بتعميق الظواهر على جوهرها. ما سبب اتجاه شعراء أبولو وجهة عاطفية حادة؟ بسبب تأثر شعرائها بأدب المهجر، وبخاصة شعر جبران خليل جبران. عايزين نكمل النقط يا شباب. شعراء أبولو تأثروا بالثقافة نقط، فقد قضى رائدها أحمد زكي أبو شادي 10 سنوات في نقط لدراسة الطب. طبعا تأثروا بالثقافة الإنجليزية، والعشر سنوات قضاها أبو شادي في إنجلترا. سؤال برضو تكملة: ابتعد شعراء أبولو عن الشعر نقط ما عدا نقط ونقط. طبعا ابتعدوا عن الشعر السياسي ما عدا أبو شادي وإبراهيم ناجي. تمام، ابتعد عن الشعر السياسي ما عدا أحمد زكي أبو شادي وإبراهيم ناجي. من الجيل الأول من كتاب القصة القصيرة في مصر نقط: الأخوان شحاتة وعيسى عبيد وطاهر لاشين. طيب من الجيل اللاحق من كتاب القصة القصيرة في مصر: نجيب محفوظ، يوسف إدريس، يوسف الشاروني، صنع الله إبراهيم، وبهاء طاهر وغيرهم. آخر سؤال النهاردة في المراجعة: ما الرواية الرائدة ولمن؟ طبعا هي رواية زينب، وهي لمحمد حسين هيكل. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.